هي التغطية الخاصة لزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. نحن الآن أمام باب المراد، وهذه الأجواء التي تروها من خلفي، أعداد من الزوار بصورة كبيرة يدخلون إلى مرقد الإمام الكاظم عليه السلام لتأدية الزيارة وللصلاة داخل المرقد والدعاء لغرض الاستجابة. الزيارة هي يوم غد خميس على الجمعة، لكن نشوف الأعداد اليوم جدا كثيرة اللي وصلوا إلى مدينة الكاظمية المقدسة من مناطق بغداد وأطراف بغداد ومن المحافظات الأخرى، اللي هم منطلقين من محافظاتهم من قبل أيام، تقريبا يومين أو ثلاثة هي الأفواج تتجه إلى كربلاء، عفوا إلى الكاظمية المقدسة. على الطريق طبعا مواكب جدا كثيرة، كرم العراقيين معروف بالتأكيد، ما يحتاج واحد يحكي به أو ينوه عنه. المواكب على طول الطريق تقدم الأكل والشرب على مدار 5 وجبات، يعني ما تشتهي الأنفس موجودة على الطريق. مواكب كثيرة، موكب صف موكب، وأكثر الناس ما رايحين زيارة وشايفين الطريق. وأيضا يعني بالواقع الخدم إذا أردنا نتحدث عنه، يعني متطوعين وأصحاب مواكب ومؤسسات حكومية، الجميع استنفر لتقديم الخدمة إلى زائرين الإمام الكاظم عليه السلام. الجهد البلدي معروف مستمر بتنظيف الأروقة والشوارع المؤدية إلى مدينة الكاظمية، وحتى المرقد أيضا اللي من خلفي، وأيضا جهود وزارة الكهرباء بتوفير الإنارة في طريق الزيارة، وأيضا جهود القوات الأمنية حقيقة المنتشرة بصورة كبيرة جدا، من تفتيش، من إسعافات، من إسعافات طبعا للقوات الأمنية، خاصة الشرطة الاتحادية منتشرة بصورة كبيرة، وأيضا هناك تسهيلات للإعلام بالتصوير والنقل، وأيضا التفتيش مستمر وتقديم الخدمات بكافة أنواعها، وحتى الدعم اللوجستي من قبل القوات الأمنية. وأيضا إذا نتحدث عن جهود العتبات، أيضا هو جهود منظم بدخول الزائرين إلى المرقد المقدس، يعني صورة حدية، يعني عدد معين يدخل ويخرج ومن بعده يدخل العدد الآخر، مو كل الزائرين راح يقدرون يدخلون بصورة مباشرة، هناك انتظار، هناك تنظيم وترتيب. حتى القوات الأمنية نظمت طريق الزائرين أيضا، يعني قبل قليل إحنا وقبل ساعات كنا متواجدين بالعظمية في ساحة عنتر، كل القادمين من شرق القناة، المناطق شرق القناة من بغداد جديدة وصولا إلى حيقور، طريقهم يكون على شارع المشاتل إلى ساحة عنتر، ومن ثم إلى جسر 14 رمضان، ومثل ما يعرف جسر العظمية، نزولا على منطقة الشالشية ودخولا إلى الكاظمية. الكاظمية بجميع أفرعها طبعا مفتوحة إلى الإمام، وهذا الطريق هو يعني شرق القناة، أما الطرق الأخرى الدورة الكرادة جميعها سايد واحد يفوج من قبل القوات الأمنية لدخول الزائرين إلى هذه المنطقة. راح ننقلكم أيضا للأجواء الموجودة بجانبنا طبعا، وراح نأخذ بعض آراء الموجودين القادمين، نسألهم مين جايين. السلام عليكم. السلام حبيب الغالي. مين جايين؟ من الصوارة. شلون شفتوا الزيارة هاي؟ والله زيارة قوية حلو، يعني تنظيم حلو وترتيب، بس ازدحامات قوية، أعداد هواية أعتقد عن العام. قوية حيل قوية. شنو رأيك تحكي لي بالخدمات اللي مقدمة من المواكب والقوات الأمنية، شنو دورها؟ والله القوات الأمنية مأدية واجبها بأحسن واجب، والخدمات يعني جارية بأحسن وجه. شكرا جزيلا. زرتوا له بعدكم؟ إيه زرنا كملنا. زيارة مقبولة إن شاء الله حبيبي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. شلون شفت الزيارة هاي السنة؟ بخير الحمد لله. زرت كمريت؟ نعم. زين احكي لي المواكب بالطريق شلون شفتها؟ مواكب أحسن وجه. وجبات وجبة نعم. إسعافات موجودة بالطريق؟ موجودة. يعني كل شارع موجودة إسعاف سعافين. إن شاء الله. زيارة مقبولة إن شاء الله. شكراً شكراً. إذا مشاهدي راح ننتقل وياكم إلى الجانب الآخر اللي هو الشارع المقابل، شارع باب المراد، هاي من أمامنا حاليا هي باب المراد، وهاي الأعداد مثل ما تشوفوها طبعا هاي بكثرة موجودة بهاي الباب وبالبيبان الأخرى أيضا اللي تدخل إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا نساء، أطفال، رجال، كبار السن، جميعهم موجودين ومتوجهين إلى زيارة الإمام موسى بن جعفر. وأيضا راح نحاول نلتقي بأكثر عدد من الناس حتى نأخذ آرائهم بالخدمة المقدمة وبالأمن الموجود، وأيضا بالزيارة بهذا العام، خاصة أنه العام اللي سبق تقريبا كان أكو مخاوف بسيطة من المواطنين، بخصوص كانت يعني
كورونا بموجاتها الأخيرة كان أكو شوية تخوف، لكن هذا العام الحمد لله وشكر انزالت الغمة وانزال كورونا وأعداد مثل ما تشوفوها، يعني الحمد لله وشكر الوضع الصحي جيد. وأيضا راح نأخذ آراء الموجودين نشوف جيتهم من أي منطقة من يامك. شطارين بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. جينا إحنا من منطقة الكوت عيني إلى سيدي ومولاي. مشيلو بسيارة نص الطريق؟ لا مشي مشي كله مشي. شلون شفت الطريق احكي لي؟ اوصف لي طريقك اليوم، انت ايش قد طولت وايش قد شفت شغلات الطريق؟ احكي لي. ثلاثة ايام طولنا وخير من الله ونشكر صاحب العصر والزمان. مواكب المقدمة التفتيش بالطريق من قبل القوات الأمنية شلون شفتوا؟ لا خير من الله، خير من الله يساعدونا وكل كل التقديمات قدموها لنا. احنا شلون نبات بالشارع؟ لا عم بالبيوت بالمواكب كلها مستقبلتنا. يعني البيوت كلها مفتوحة على الطريق؟ كلها مفتوحة كلها مفتوحة وخير من الله خير من الله. ايش دعيت العراق؟ ايش دعيت العراق؟ الله الأمان أهم شيء، الأمان ما عندنا غير هذا العراق حقيقة. متواجد الأمان الحمد لله والشكر حاليا وهاي الزيارة. الحمد لله والشكر، إيه الحمد لله والشكر، دعينا للعراق والأهله والناس. أنت نفسك كشاب وكالشباب الباقي اللي بعمرك تدعي لهم زيارة بهيجي أجواء؟ يحققون الأمنيات ويحققون للوطن، أهم شيء هاي، أهم شيء الوطنية والروحية عندهم، لازم يحققون للوطن إنجاز شيء، وأهم شيء نبيض وجهنا أمام سيدي ومولاي. إن شاء الله. زيارة مقبولة إن شاء الله. أشكرك، الله يسلمك، الله يحفظك. شكرا. إذن مشاهدينا راح نستمر وياكم بهاي التغطية. طبعا أغلب المحافظات العراقية هي قدمت إلى يعني إلى مدينة الكاظمية لتأدية الزيارة، ومثل ما قلنا المواكب موجودة على الطريق. وأيضا لاحظنا مسألة أنه أصحاب البسطيات بعضهم موجود بالطريق، يعني هم فاتح بسطيته بالطريق يسترزق من عندهم من الزوار الموجودين، وهذا الشيء أيضا جيد لهم بهذا الموضوع. رغم أنه قطوعات كثيرة، لكن هاي الزيارة حاولت القوات الأمنية السيطرة على موضوع القطوعات وما تقطع بغداد يعني بصورة كاملة وتشل الحركة. لا، كان أكو طريق خاص للزائرين وطريق خاص للمركبات أيضا. وراح نحاول نلتقي أيضا بالموجودين. السلام عليكم. السلام عليكم. زيارة مقبولة إن شاء الله. مقبولة إن شاء الله. شلون شفت الزيارة هاي السنة؟ إيراني. سلام. نه ایرانی. زیارة مقبوله. خواهش میکنم. عتبات کار میکنیم برای عتبات. استقبال عتبه؟ عتبات آره. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا. عتبه. عتبه. بله عتبه. زیارة مقبوله ان شاء الله. ممنون. شكرا. طبعا جنسيات اجنبيه ايضا تتواجد في الكاظميه لاداء زياره الامام الكاظم عليه السلام. طبعا المصور ده يقول لي على كيف ماشي على كيف والله احمد، بس احنا نريد نحاول نلتقي بالناس الموجوده ونريد ننقل للمواطنين ايضا الاجواء الموجوده حاليا. اللي ما قدر يوصل للزياره بسبب الظروف او بسبب بعد المكان، اذا بدول اخرى واذا بمحافظات بعيده وعنده ظروف ما قدر يوصل، هذه هي الاجواء مثل ما تشوفوها. هذا مرقد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، وهاي الاعداد اللي جايه تدعي وجايه تطلب حاجتها وجايه يعني تغير من نفسها بهيك اجواء اللي تنعاد يعني كل سنه مره واحده، وتشوفوها يعني ما تنحصر بعمر معين ولا تنحصر باحد معين، شخص معين، كبار صغار، كافه الاديان، كافه الطوائف، والكل جاي هنا يعني يؤدي الزياره بطريقته الخاصه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدياله. اهلا وسهلا بكم بدياله. شلون طريقكم شان؟ الحمد لله وشكر، الطريق سالك جهود القوات الامنيه والحمد نحمد الله ونشكره. خدمه مقدمه؟ خدمه الحمد لله وشكر، مواكب خير ونعمه وفضل الله واهل البيت صلوات الله عليهم. ايش قد طولتوا بالطريق؟ تقريبا ساعه ساعه. مشي له سياره قطوعات؟ مشي وقطوعات يعني تعرفته. اي اجواء هاي السنه الزياره ست اليوم يم المرقد قريب. العام الماضي الاعداد شوي اقل يمكن كانت، القبله شوي كانت كورونا وهيك شغلات. بركات محمد والي بيت محمد، كل سنه يعني السنه هاي تختلف، اعداد هائله وطريق سالك والحمد لله والشكر، يعني كل الخدمات متوفره للزوار من جميع النواحي. اعتقد قبلها كان اكو طريق يعني الطرق مفتوحه كلها للمشاية، كان الناس تجي تمشي باي طريق، هسه القوات الامنيه حددت طريق يعني واحد من كل اتجاه، طريق واحد وصول الزائرين. لاحظت هالشيء بالطريق هذا وشنو رايك؟ بالعكس يعني خطوه موفقه نقدر نقولها، وخطوه جيده لتنظيم السير بصوره صحيحه
ذلك لان تعرف انت الاعداد هواي مال الزوار، فدام ماكو حركه تنظيم بالطرق حفاظ على الامن. شكرا جزيلا، زياره مقبوله ان شاء الله. زياره مقبوله قبل الاعمال حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه. لكم مين جيت؟ والله من الشهداء مال عبويدي. الشهداء مال عبويدي. اهلا وسهلا بك. شلون كان طريقك؟ احكي لي كخدمه مقدمه. بس انا سالت ما حد جاوبني شنو الخدمه المقدمه من اهل المواكب، من الناس الواقفه بالطريق. والله المواكب ازويه كلش، يعني يوزعون الشباب من سوان وهكذا، ما قصروا ويانا يعني ابد، نشكرهم طبعا. هاي اول سنه تجي له؟ دائما تجي؟ لا دائما اجي. شو اختلفت هاي السنه عن السنوات الباقيه؟ والله ازدحام هواي، ازدحام ناس هواي، اعداد اكثر. اي يعني الناس ما قصرت، مشيت وهاي. اليوم زياره ما شاء الله، الامام ما ينطبل صار. زيارة مقبولة إن شاء الله حبيبي، زيارة مقبولة. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. زيارة مقبولة إن شاء الله. رحم الله والديك. نعم. عظم الله أجرك. الإسلامية باستشهاد موسى الكاظم عليه السلام، خدمة درجة أولى. إحنا من تقاطع النهروان، ها، من الطريق لحد هنا خدمة خير من الله. يعني الأعداد تزايد وزيارة تزايد، وسنة عن سنة جاية تفوق الأعداد. شلون شفت هذا العام؟ العام هذا يعني جيد بعد أحسن. يعني جاي تفوق الزيارة، تفوق البشر، يزيد الأمان، نعمة. أريد أحكي لي شغلة، دخولك منطقة الكاظمية ووصولك للمرقد وخروجك، هذا الموضوع بسلاسة سهولة لو أم أكو بعضه يعني أكو مثل شوية زخم مكانات؟ مو الزخم، على القطوعات. إذا أكو قطوعات لاحظوا الداخل، إحنا جينا طريق سالك تقريبا زين، تقريبا زين. يعني منا قطع القراعات، من القراعات اللي جاي مشي، من أنا على الباب الجسر الأمة هم هناك قطوعات على السريع. يعني تحصين منطقة الكاظمية تقريبا. أنت جاي من نهروان، هسه أكثر الناس نعرف إحنا جاي من مناطق بعيدة أو حتى القريبة، هو يجي مشي، من يرجع يحاول يوصل مكان بسيارات ويصعد. هسه أنت من راح تمشي لي وين راح ترجع يلا تلقى سيارات؟ أكو نقل مال على القراعات، أكو قطع، أكو سيارات موجودة متوفرة، سيارات أهلية وحكومية. أهلية وحكومية، أكو حكومية منها من تعبر الجسر مال القراعات، اكو حكوميه توصلك للقطع ومن هناك تمشي. حاطه موجود منشات تبع وزاره النقل. منشات دورها خدمه للزوار. اي مجانيه موجوده، خدمه مجانيه. ترجعون بالسلامه ان شاء الله. زياره مقبوله حبيبي. اذا مشاهدينا مستمرين معكم بالتغطيه هذه لنقل وقائع زياره الامام موسى بن جعفر عليه السلام. يعني لاحظتوا الناس من أكثر المناطق اللي هي أطراف بغداد ومن داخل بغداد ومن غير دول، أيضا أجانب موجودين وحتى من المحافظات الأخرى موجودين داخل الكاظمية المقدسة لأداء الزيارة. والشغلة الجيدة اللي لاحظناها أنه العتبات والقوات الأمنية الموجودة، سواء كانت اتحادية، حشد الشعبي، قوات أمنية من غير أصناف، كلها موجودة داخل الكاظمية المقدسة لتفويج الزائرين. هاي العملية جيدة، هي تفويج الزائرين أفضل من القطع، أفضل من الأمور الأخرى. تفويج الزائرين هو يبدأ من دخولهم، ممنوع أحد يوقف طبعا بالأماكن اللي بيها مشي، ممنوع أحد يعني يأذي الطريق. العربات لها طريق خاص، المعوقين لهم طريق خاص، الطرق الأخرى للنساء طبعا تفتيش خاص وطريق خاص، واحد من أكثر القطوعات الموجودة. دخولهم طبعا إلى المرقد أيضا يكون بتفويج دخول بأعداد محددة لأداء الزيارة والصلاة والخروج، ودخول أعداد أخرى أيضا هذا التفويج، حتى الخروج أيضا يعني مستمرة مثل ما تشوفون هسه. الخروج بهذاك الاتجاه، لو زميلي أحمد ينقل الصورة هذاك الاتجاه بالخروج. أحمد انقل الصورة إذا ممكن للمشاهدين. وهذا الاتجاه اللي واقفين بيه إحنا هو للدخول، وحتى إحنا وقفتنا حاليا شوية مأثرة على دخول الزائرين. هذا الخروج من هناك أيضا، إذا تشوفون جماعة العتبات اللي يقفون على الكراسي لتفويج الزائرين، ممنوع أحد يوقف حتى لا يأثر على الباقين، وخروجهم بذاك الاتجاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زيارة مقبولة إن شاء الله. الله يتقبل أعمالك. مين جيت؟ من بغداد، من اليمين. أهلا وسهلا. شلون كان طريق؟ احكي لي على الطريق مالتك كخدمة، كقوات أمنية. كخدمة يعني الألاقة اللي معروف، معروف بخدمته، معروف بكرمه. أكيد أنا قلتها طبعاً بالبداية، قلت إحنا ما يحتاج نوصف المواكب وش يتقدم، لأن إحنا الغريب، إحنا الغريب اللي جينا من غير دولة، إحنا نضيفه. نعم. يعني هاي زيارة إلنا، والإمام الكاظم يعني ابن العراق. أكيد. بالعراق، وأكيد راح يجي إحنا نضيفه. على راسنا. أكيد. بيوتنا مفتوحة لكل العالم. أي أكيد، بعد حسن نبقى إحنا كدورنا كعراقيين جايين. نعم. شلون شفت الطريق؟ احكي لي.
والله الطريق يعني شلون تقول محصن، الإمام الكاظم يعني محصن مسدود، الطريق يعني مسدود نوعا ما. وصلنا بصعوبة لكن الحمد لله الله رزقنا جاي إليه. لا هو مسدود المركبات أكيد يعني، بس كمشي احكي لي كمشي. كمشي يعني تسوي لك حتى واسطة. هو القطع بعيد أكيد. أكيد بعيد. إي بس واحد هو حاسب حسابه جاي مشي. أكيد. جاي من بيته قسم. جيت من بيتك لو بسيارة. من ما وصلنا بسيارة انتصر الليل مو الباقي كله مشي وراح نرجع مشي. تعبت لو ما حسيت بشيء. ما حسينا بطريق، هذا طريق الإمام الكاظم. الإمام الكاظم يستاهل نكسر رجلين على موده. سلام الله عليك. هو والحسين وكل الأئمة الاثنا عشر. عظم الله أجرك وزيارة مقبولة إن شاء الله. حبيبي مقبولة إن شاء الله. السلام عليكم شباب. سلام. سلام. أنا من بغداد من حيور. الله يسلمك. احكي لي على الزيارة وصف لي شعورك شنو اليوم أنت واقف يم مرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. السلام على باب الحواج رحمة الله وبركاته. ونشكر قواتنا الأمنية على هذه التنظيمات وهذه الزيارة الكريمة. والحمد لله والشكر. دعيت والله لنفسك للعراق لأخوانك لأهلك بالأمن والسلام طبعا الباقين العراقيين الله يجعل الأمن والاستقرار للعراق وإن شاء الله إحنا شرين هل جاي يصير كله يعني واحد ما يقدر يحكي منها زيارة هواي أشياء صعبة مرت علينا زيارة مقبولة إن شاء الله وعظم الله أجرك الله يسعدك حجي السلام عليكم شلونكم عيني والله أولا نحن نشكر هيئة المواكب اللي رحبت بالزوار وشالت هاي ثقل الزوار وإحنا جينا من الزعفرانية للإمام وإن شاء الله راح نروح للزعفرانية طريقك احكي لي طريقك صعب سهل مواكب بس شغلة السيارات نعاني من عندها شغلة النقل اي شغلة النقل نعاني من عندها يعني شباب قالوا لنا وإحنا شفنا كو سيارات باصات الوزارة النقل شنو موضوعها هاي تكفي لو ما تكفي لا ما تكفي ما تكفي والقطع يعني مسافة بعيدة كلش بعيدة يعني مسافات بعيدة كلش بعيدة القطوعات يعني كل سنة بعيدة يعني ممكن يقربونها ممكن تصير فت قطارات يعني اعتقد انا باعتقادي الشخصي انه ممكن اعداد الزائرين ما قاعد تسمح بهالشيء هذا هي الاعداد قاعد تزيد سنة على سنة قاعد تزيد بس يعني ماكو تطور بالبلد ماكو تطور يعني البنى التحتيه نفسها اي نفسها هاي باقيه من السبعينات للثمانينات هي باقيه يعني شوارعنا هي باقيه هي يعني ماكو تغيير يعني هذا الموضوع المفروض يستغلوه القوات الامنيه عفوا الجهات الحكوميه انه احنا عندنا زياره وهذه الزياره مثل ما قاعد يشوفوها كل سنه قاعد تزيد الاعداد يعني يجب تطوير البنى التحتيه للمدينه الكاظميه للمحافظات الاخرى اللي بيها مراقد تحسب حساب هاي الناس الجايه لازم اكو شوارع اكبر لازم اكو ساحات وقوف للمركبات لازم اكو اماكن لوقوف باصات النقل سواء وزاره النقل او الـ يعني السيارات الاهليه هاي كلها يجب يعني يحسب لها حساب حتى تسهل عمليه الزائرين تفضل عندي ملاحظه عندنا طريق الزعفرانيه عندنا طريقين طريق معسكر رشيد مسدود وطريق مسدود يعني مسدود من زمان قديم لا مسدود على مود المواكب وطريق الرستمية الكلية العسكرية طريق قديم هذا من السبعينات يعني كل تطور مبي يعني خلف الله ماكو وضعتيش كل يعني حتى أنا يعني تبليط ماكو هسه التبليط هم استيراد بس أرد أعرف بالبلد هو التبليط استيراد هم مستورد هم من أمريكا جايبينه ومن هاي الدول يعني هو عراقي تبليط هو تبليط شنو راح ياثر اوسع الشوارع يعني هاي مال الكليه العسكريه ومال الرسميه تنقل الصوره الحقيقيه حق الناس هسه لو تروح تشوفها تقول ذولي شلون يطلعون شلون يعني بها ما يقارب المليون الزعفرانيه ما يقارب المليون يعني بشرفك طريق واحد يعني الله يقبلها ماكو هيك شيء يعني بالبلد هي باقي هي الكاظميه شفتها همين دخولها خدماتها الكاظميه اكو توسع بيها اكو توسع اكو توسع يعني بس احنا هناك احكي لك المناطق مناطقنا الزعفرانيه مناطقنا جسر دياله ماكو طريق بس واحد اي والله مشكله عظم الله اجرك زياره مقبوله ان شاء الله وان شاء الله يوصل صوتك اكيد هذا صوتك وصوت المواطنين يجبكم يم الامام ان شاء الله توصلون بالسلامه تستم الله يسلمك حبيبي بالسلامه ترجع ان شاء الله يعني موضوع البنى التحتيه يعني خلي الحكومه تسمع المواطنين اللي قاعد تناشد بخاصة مناطق أطراف بغداد مناطق أطراف بغداد بيها مشاكل كثيرة مشاكل البنى التحتية مجاري مياه تبليط يعني الزائر جاي منك وبقلبه هذا الموضوع يعني المن يدعي عليكم لو يدعي لنفسه أنه يتطور هذا الموضوع أرجو يعني
الحكومة حاليا تستمع إلى حديث المواطنين وإن شاء الله تحقق مبغاهم بتطوير المناطق وأيضا تطوير البنى التحتية الخاصة بالمناطق اللي تكون بها سياحة دينية، كربلاء المقدسة والمحافظات الأخرى وكل مكان بمرقد يزور الإسلام ومن غير الإسلام أيضا. هذا الشيء يجب تركز عليه الحكومة حتى تطوره وتوصل إلى مرحلة إراحة الزائر بدخوله وبخروجه سواء كان بالعجلم كان مشي. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيح الديوانية. أهلا وسهلا. صارنا 5 أيام نمشي، جينا طلعنا من هنا للكاظم، هذا يوم الخامس وصلنا. يعني الخدمات شفناها على طول النهار، خدمات مفتوحة، زاد أبو عبد الله مفتوح. طريق المحافظات وصف لنا يا بالله من تجي من الديوانية شلون الطريق، احكي لي، هم اكو قطوعات اكو مواكب، احكي لي بالله شفت بالطريق. قطوعات ماكو ومعازيب على طول الطريق، يعني شوكت ما انت تريد تدخل للبيت او تستراح يجونك المعازيب سيارات وذيك الخدمة والاحترام، يعني الخدمة هذا هو. هاي جت من الديوانية تقريبا يعني محافظات الجنوبية بصورة عامة. اي هي اغلب المحافظات تجيب مشي وال يعني الاغلبية تجيب سيارات، بس احنا كل سنة هاي متعودين يعني 5 أيام نخلي الطريق. مواكب موجودة وين بيتوا؟ بالمواكب بالبيوت؟ احكي لي العزوبية شلون طبعا كان؟ هي اللي هي غداءكم شلون عشاكم شلون؟ قلت لك المعازيب يعني المعازيب 10 على 10 يعني ما عاد، قلت لك بأي مكان توصل يجونك ياخذونك بسيارة ويدخلونك للبيت، يعني ما قصور بهم. شلون شفت الكاظمية المقدسة اليوم؟ شلون شفت الأجواء؟ احكي لي الناس الموجودة. الكاظمية بأي يوم جنة يعني مو بزيارة. الهواية اعتقد السنة زيارة اكبر؟ طبعا عدد يعني كل سنة جاي يزود كمية اكثر يعني. كمل زيارتك مو؟ كمل ثاني ان شاء الله. زيارة مقبولة ان شاء الله، موفق حبيبي الغالي حبيبي. اذا مشاهدينا يعني هذه الزيارة التي يعتبرها جميع اعتبار جدا كبير، طبعا بالتأكيد الامام موسى بن جعفر عليه السلام هو يشكل رمز كبير عند العراقيين وخاصة اهل بغداد واهل منطقة الكاظمية اللي هم بجانبه يقدمون كل ما يعني يستطيعون يقدمون للناس، مأكل مشرب بيوت مفتوحة مواكب موجودة حتى المحال موجودة هنا. خلي يروح واحد لأي محل يدخل ويقول له ما عندي فلوس أريد فلان شيء، أو أي من فلان محافظة وأريد فلان شيء، ويشوف العزوبية والكرم. وأنا قلت بالبداية وراح أرجع إذا مرة ثانية ما أريد أحكي موضوع العزوبية والكرم، لأن الكل يعرف العراقيين شنو بزيارة أو بغير زيارة، هي هاي الأجواء العراقية وهو هذا الكرم العراقي وهي هاي العزوبية. راح أترككم قليلا يعني تشوفون الصورة تنقلكم الواقع الحالي، زوار بعدد كبير وأمام باب المراد، طبعا اللي تحدثنا به كله مو فقط أمام باب المراد، لا جميع الكاظمية جميع الأبواب المحيطة بمرقد الإمام موسى بن جعفر هي هذه الأجواء بها أعداد كبيرة نساء رجال أطفال وخدمة مقدمة من الجميع. إذن مشاهدينا مستمرين معاكم بهذه التغطية لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. مثل ما شاهدتوا الأعداد هذه اللي طلعت بالشاشة قاعد تخرج من بعد تأدية الزيارة، كل الأفرع القريبة على الإمام هي مفتوحة لدخول وخروج الزائرين، لكن بطريقة جيدة بتفويج من قبل العتبات ومن قبل القوات الأمنية الموجودة ومن قبل حتى متطوعين من منظمات المجتمع المدني وغيرها موجودين أيضا يعني لمساعدة العتبات في طريقة تفويج الزائرين. راح نحاول نلتقي أيضا بعض الزوار يعني حتى نشوف آرائهم بهذه الزيارة، يعني مثل ما قلت لكم هذه الزيارة اختلفت بها اختلافات كبيرة. السلام عليكم. هلا شلونك؟ إن شاء الله. الله يسلمك للجميع. كان الاجواء احكي لي اليوم الاجواء روحانيه هلا ما اقدر لا لا اوكي تمام حبيبي الغالي الله يخليك عظم الله اجرك اجر الجنه الله يخليك رحم الله. زياره هاي سنه نعمه خير من الله، نعمه خير من الله، اجواء روحانيه ونطلب الشفاعه والستر، الله يهدينا على البلد هذا ان شاء الله انه يتوحد الامور. منين جيتوا؟ زعفرانيه حبيبي الغالي. شو طريق الزعفراني؟ نعم الحمد لله مواكب طبيعيه عادي نعمه خير من الله. شو قلت متقاعدين شبيهم؟ والله يا ريتي يزيدون رواتب لانه ملينا من المظاهرات. المشكله انه الشعب خطيه يعني دائما يظل يترجى ويظل يعني يسال والله هاي خدمته ما وصل حتى توسل 29 سنه اللي خلصناها وطلعنا كنا امراض، يعني شقرك 80% احنا كنا امراض وامراضنا مزمنه،
هسه من نطلع على 500,000 وسلف يعني أدوية تخلص. يا أدوية يا بتي دعاتي هنا إن شاء الله. أي أيوة والله بس أقول الله يسهل الأمر يعني للجميع إن شاء الله يهديهم علينا. زيارة مقبولة إن شاء الله. زيارة مقبولة. مرحبا. علم وزيارة مقبولة. شلونك؟ انت وين مين جاي؟ من المعامل. وين؟ من المعامل. من المعامل؟ امك وين؟ سلمي عليهم. هلا ونور. هلا ماما. شلونك؟ زرت ودعيت لك. زرت ودعيت. زيارة مقبولة إن شاء الله حبيبتي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زيارة مقبولة إن شاء الله. قبل أعمالك. مين جيت؟ والله من الناصرية. اهلا وسهلا بيكم بالناصريه وحيا الله للناصريه. شلون الطريق كان جيت مشي لو بسياره وكمل؟ لا احنا مو مشاي جينا من الفلكه مال سلمان. والله يومين بسياره مشي يعني يومين. سولف في طريق شلون من جيت مشي؟ والله زوار الحمد لله وشكر ماكيد والبغداد ما قصروا ويانا الطريق كله زوار الحمد لله وشكر. احنا نقلنا صوره البصره بوقت المنتخب واللعبه وان شاء الله العراق كله عزوبيه طبعا من الشمال لجنوبه فننقل صوره اهل بغداد. شلون شفت العزوبيه؟ والله العظيم بغداد ما قصروا من الكوت جينا لحد ما وصلنا الامام الكاظم خدمه الحمد لله والشكر. الامام للجميع مو لاحد. للجميع وان شاء الله التوفيق ونتمنى ان شاء الله الظهور صاحب الامر والزمان ان شاء الله. عظم الله اجرك. شكرا جزيلا. الله يسعدك حاج. قواك الله. شلون الصحه اخبارك؟ وين بالعتبات؟ نعم مطوعين من البصره احنا. انا حجيت نعم. اسال المطوعين قلت لك ناس هي متطوعه جايه نعم. توصل هنا حتى تقدم خدمه للزائرين. نعم. شنو دوركم انتم؟ احكي لي بين لي دورك. احنا هنا دورنا يعني نخدم بالعتبات المقدسه في كل مناسبه يعني العسكريين، الكاظمين، الامام علي هسه بس نخلص خدمتنا هنا نتوجه للنجف. مؤسسه قمر بني هاشم احنا من اهل البصره. مجانيه الخدمه. مجانيه الخدمه. نعم خدمه مجانيه. اذا يردون احنا نعطيهم. ورده ما تقصروا انتم. اريد تحكي لي هاي الزياره اعتقد شوي تختلف عن السنوات القادمه. والله السنه تختلف خصوصا بعد ما خليج 25 كشفت وجوه وشافت يعني القلوب العراقيين ايش قاعد ترحب بالصغير والكبير من الدول الخارج. فكل سنه يعني مو ماكو مثل الزياره، المره اضخم لان حتى دول الخليج قاموا يجونا. لاحظنا هسه وجود ايرانيين همين واعتقد باكستانيين همين موجودين. اي نعم هذه فد صوره يعني للعالم كلها. زين بأنه هنا أمن وأمان والعراقيين هم خدمة الزوار كلهم وهو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هو رجل الإنسانية وليس رجل فقط للمسلمين. حال حال أربعينية نفس الأعداءات نفس المواكب نفس. أحسنت حال حال أربعينية في كل مكان إن شاء الله. شكرا جزيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى وعديكم. نشكر قناة الرشيد جزاكم الله. مباركة جهودكم طبعا عظم الله أجركم. بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. هاي خدمة مجانية طبعا تقدم من يعني شوفوا شخص كبير بالسن لكن هو قلبه مؤمن وقلبه راضي انه يقدم خدمه مجانيه للزوار بالبغداد بالنجف كربلاء سامراء وبكل مكان موجود ايضا هو يقدم خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شلون شفت الزياره؟ دورنا وجوركم بهذا المصاب الجلال نعز الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف والائمه العظام. ما شاء الله جاي اشوف الزياره خير وبركه امن وامان ونعمه من الله. كملت الزياره؟ شلون كملت الزياره مالتك؟ الحمد لله زياره مقبوله ان شاء الله. شلون شفت الاجواء وشنو شعورك اليوم؟ خير وبركه بنص الجنه والله بنص الجنه يعني ما شو اوصف لك اياها هسه انت جاي تشوف بعينك وجاي تشوف البركه والخير. زين والامام ما شاء الله يعني جوه لا تقدر تزور لا تقدر خير وبركه. هواي جو مو خير وبركه هواي كلش هواي نعمه موفقين ان شاء الله حبيبي. الله يسعدك. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى كادر قناة الرشيد وعلى متابعينها بالصلاة على محمد والي محمد. لك العزاء يا صاحب الزمان في ذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام موسى الكاظم عليه السلام ونعز العالم الإسلامي في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر باب الحواج. الإمام موسى بن جعفر صوت حق وصوت إصلاح. احنا على هاي القناة الموقرة قناة الشعب قناة الرشيد الناشد التجار نقولهم مو نزل الدولار ليش يعني بعت المواد صاعدة عالم ما عتها ناس فقيرة عايشة على القوت اليومي فأريد من عندكم فزع على هاي العالم يعني حط الله بين عيونكم لأن الإنسان إذا ما يخاف الله ماكو فايدة فهاي العالم خطية يعني تعبت فأريدكم شنو ينزلون السوق وأريد من الحكومة تسوي رقابة ناشدهم باسم موسى بن جعفر لأن الإمام موسى بن جعفر صوت الحق وصوت الفقراء إن الله عز وجل يقول ارحموا ما بالأرض أرحمكم ما في السماوات فطريق موسى بن جعفر صوت الإصلاح صوت الفقراء صوت الأيتام صوت المساكين فنحن على هذه القناة الشريفة قناة الرشيد أنا أحبها ليش قناة معتدلة لا تفرق لا بين الشيعة ولا المسيح فأريدكم
فزعتكم تنقلون هذا الكلام من موسى بن جعفر والجواد للناس اللي عندها سلطه. الصوره مباشره وراحت صوتك. اريتهم يفزعون للفقير ينزلون السوق. يعني احنا لاحظنا مساله، احنا اليوم يعني تغطيتنا تغطيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام والزياره وموضوع ديني، لكن نلاحظ الناس بقلبها اكو فد حرقه. يعني هسه جت اماره قالت احنا نريد المتقاعدين يشوفون مشاره، شفنا ناس هناك قالوا احنا نريد الطرق، شفنا ناس قالوا احنا نريد البنى التحتيه. موسى بن جعفر صوت الاصلاح، جد الحسين ليش خرج؟ خير خرج ضد الظالمين؟ مسيره محمد وال محمد هي نصره الفقير، نصره المظلوم ضد الظالم، فطريق محمد وال محمد ننقل رساله على قناه رشيد ان طريق محمد وال محمد طريق الفقراء، طريق الايتام، طريق الاصلاح، طريق الحق، طريق الاصلاح، طريق رب العالمين، طريق محمد وال محمد، محمد وال محمد هم اهل العداله، علي بن ابي طالب هو ابو الفقراء والايتام، فنحن على قناه رشيد هذه القناه الوطنيه العراقيه ننقل رسالة من الإمام موسى بن جعفر والجواد، نريد تنزيل الأسعار ودفاعاً عن الفقراء بالصلاة على محمد والي محمد الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونشكر قناة الرشيد ومشاهدينا بالصلاة. شكراً لك، اللهم صل على محمد. وإذا المشاهدين مثل ما لاحظتوا يعني احنا موضوعنا ديني، يخص الزيارة، يخص الأجواء الموجودة بالزيارة، يخص المواكب، لكن الناس يعني بقلبهم اكو حرقه، الكل يريد يتحدث، الكل يريد فرصه بقناه فضائيه بمكان حتى يوصل بها رساله، حتى ينقل بها صوته، حتى يتحدث عن ألمه، عن ما يمر به. المتقاعدين عندهم مشكله، الخريجين عندهم مشكله، الناس اللي ما عندها مشكله بالحياه عندها مشكله بالبنى التحتيه بالمناطق. اسال الله يعني بهيك يوم بهيك مكان انه يعني ينتقل العراق من المرحله الحاليه الى مرحله افضل واحسن بجهود الناس الطيبه والخيره الموجوده. السلام عليكم. وعليكم السلام. زياره مقبوله ان شاء الله. ندعي لك حبيبي. الله يسلمك حبيبي، ممنون. شنو دعيت الشعب العراقي؟ ها؟ دعيت الشعب العراقي؟ بالامن والامان والسلام، وان شاء الله ينزل الدولار، لان كلش علق، جت ايام الاسعار ما تقدر كل شيء تشتري. فالحمد لله ان شاء الله ينزلوا لي الدولار. ان شاء الله. وزياره من العمر. تحكي لي على اجواء مال الزياره، منين جيت؟ شلون كان طريقك؟ والله انا جيت طلعت من بيتنا بالاربعه ونص من الكراده، اللي وصلت بالسبعه ضبط طبيت زرت وطلعت، اجواء تخبل، وانصح كل الناس تجي. تقريبا كل الناس جايه. تقريبا هي كل الناس، اي المجا هسه يجوز يجي باكر. اي بس اريد تحكي لي على طريقه تفويج الدخول والخروج. تفتيش. الاكل شنو اللي باكله يوزعوه بالمواكب. كل شيء. زياره مقبوله ان شاء الله. حبيبي الله يساعدك. حبيبي الحمد لله. زياره مقبوله ان شاء الله. منه ومنكم ان شاء الله. جايته للعراق. وريد تحكي لي يعني شعورك اليوم انت في حضره الامام موسى بن جعفر عليه السلام. والله جايين في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر، أنا أخوك جاي من الموصل. أهلا وسهلا. بيك المهلي. بيك المهلي. شلون جيت؟ احكي لي، أكو ناس من الموصل هواي جاية؟ احنا لاحظنا هواي أعداد موجودة من الموصل. هواي ناس من كل المحافظات، من كل محافظات العراق جايين في إحياء هاي الذكرى العزيزة علينا، ومن كل الدول. ومس ما شاء الله قدامك هاي الجموع، ما شاء الله جموع مليونية. شلون شفت الاستقبال من المواكب ومن الناس اهل بغداد؟ ما شاء الله كلهم خير وبركه، كل ناسنا خير وبركه. موضوع الامن من انتقلت من الموصل لهنا، احكي لي طريق كامن شنو وضعه؟ لا الامن ما شاء الله، الامن كلش رايع بجهود قواتنا الامنيه. شكرا جزيلا وزياره مقبوله ان شاء الله، زياره مقبوله. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ على قلبك. وصف لي شعورك اليوم وانت قرب مرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. والله هو شعور حلو وما ينوصف، خاصة يعني الشعور الأحياء هو شعور كلش حلو للعراقيين أجمع. الأحياء الذكرى هو يحيي الأمة عندنا، فلازم يعني إحنا كشيعة كشعب عراقي لازم نحيي هاي المراقد، لازم نوجهها للعالم بأن إحنا عندنا مراقد وعندنا ديانات يعني جاي نحيها كل سنه، وكل ذكرى احنا بيها وجاي نحيها. اكيد الزياره ما تختص بطائفه معينه، اليوم الكل جاي، ممكن اغلبيه من طائفه معينه اي، بس لكن اليوم لاحظ صرنا شيعه محافظات شماليه، محافظات جنوبيه، حتى مناطق بغداد الشماليه والجنوبيه موجوده. المتواجد حاليا كل العراق، ما موجود لا يعني مجرد ما حد يساله شنو قوميتكم، لا مجرد سنه، موجودين كل العراق. فيعني هذا الاحياء هو احياء لكل العراقيين، مو احياء لطائفه معينه. تأكيد زياره مقبوله ان شاء الله. تقبل الله. عظم الله اجرك حبيبي. قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب عصر الزمان بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام. طبعا احنا
نوجه يعني الامن يوم فتشي يعني بالدخول وبالخروج كذلك يعني الامن فتشي يعني تسهيل هاي تسهيلات وايضا نوم فتشي الشرطه المجتمعيه المحتوى الهابط يعني هذا فتشي يعني شغله يعني سووها يعني في عاشت اليوم على المحتوى الهابط. المساله انه محاربه الشائعات من تشريم صوره كبيره بالكاظميه هذا الموضوع ننوه عليه انه اكو قوات امنيه قاعد تطلع تنوه على الشائعات. تدري انت قبل كم سنه صار شائع انه اكو فلان تفجير حيصير فلان كذا حيصير. هذا الموضوع طبعا الناس بدت توعي وتعرف انه هذا غلط وهذا ما في شيء الامن مستتب لكن الى اللحظه هذه انه اكو قوات امنيه تطلع تنوه على هذا الموضوع لاحظتوهم؟ لا شو هاي ما هي شيء مال التفجيرات لا ما في شيء امن موجود وغير من الله. نقصد على محاربه الشائعه الناس كلها قاعد تعرف انه هاي الشائعه كذا. لا ناس وايه مثقفه الشعب العراقي لا وايه الشعب العراقي ان شاء الله. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا هذه التغطية معكم مستمرة لنقل وقائع الزيارة الرجبية للإمام الكاظم عليه السلام. زميلي أحمد تنقل الصورة إذا ممكن من الخلف حتى نصور الأعداد الخارجة والأعداد الداخلة من اليسار أيضا. وهذه الأعداد هي مستمرة طبعا هاي الأعداد وهذه الصورة المقابلكم هي بكل باب مثل هذه الصورة بكل طريق بالكاظمية هي هذه الصورة صباحا مساء وتقريبا صارت 3 أيام هاي الأعداد تدخل وتخرج وأيضا راح تستمر إلى يوم غد أو بعد غد الجمعة تبقى هذه الأجواء وهذه الأعداد تدخل وتطلع لتأدية زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. أنا راح نحاول نلتقي بالناس الموجودة ل يعني أيضا معرفة آرائهم بخصوص الزيارة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حجي؟ أهلا وسهلا. منين جيت؟ من البصرة والله شط العرب. أهلا وسهلا. شلون جيت؟ السيارة وين وصلتك؟ وانزل. والله زين الصفحة الثانية وعبرنا دجلة والحمد لله والشكر وصلنا بسلامات الأمور أوكي جيد جدا. شلون طريق المواكب؟ والله جيد جدا وفوق المستحيل الحمد لله نعمة بخير. البصرة مشهودة لكم العزوبية والكرم وهذا الشيء يعني وخاصة هذا الشيء وصل والنقل بخليج البصرة. شلون شفتها البغداد احكي لي صراحة. والله جيد جدا الحمد لله منورين وخيرهم كثير علينا إن شاء الله والحمد لله والشكر وفضلهم زايد. يعني احنا نقول العراقيين شو مال الجنوب؟ احنا نقول العراق كامل نعم عراق واحد موحد عراق واحد موحد ما اري فرق بين البصرة والعمارة والشمال جنوب بسط الحمد لله والشكر. عراق ترجع البصرة؟ والله ان شاء الله باكر ارجع. كم الزيارة ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله كم الزيارة باكر هنا والعصر ان شاء الله نغادر بغداد. وين راح تباتون هنا؟ والله ان شاء الله هنا نشوف لنا فندق بعدين من نخلص نشوف لنا فندق. هاي بيوت موجوده بيوت العالم او تفضل يمنا احنا حاضرين انا والحجي ولو موقف هنا شوف وين يتيح لنا مجال نضيف يعني. نتشرف فيكم والله. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك الله يسلمك. شعورك اليوم وانت بقرب الامام موسى بن جعفر عليه السلام؟ خير وبركه كونكم سالمين من العراق سالم احنا بخير. اي والله ادعي العراق ان شاء الله بالخير والازهار ان شاء الله يكون الله يكفي شر البشر. اي والله اي والله مقبوله مقدما الله يسهل لكم ان شاء الله ترجعون بالسلامه. مشكور كلك الله يسلمك حبيبي الله يسلمك. عليكم السلام. بس انا دعاء واحد هو حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم اي كان باي مكان يعني اكو ظلام هوايه وغدر بس خلي شويه يخافون الله اذا عندهم حياه بس اقول حسبنا الله ونعم الوكيل مثل ما هذا بالتاكيد عظامي احنا كنا مظالم هاي بس النوبه عيد حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالم ونعم بالله اكيد ونعم بالله لان عندنا مظلوميه ودعائنا يم هذا المظلوم واحنا مظالم وهذا مظلوم. شنو معاناتك احكي لي؟ هوايه امور مثل غدر قتلم اخويا الله يرحمه بستان والدي وانا صوبت باقم حقوقي وحقوق اهلنا وكتلم ابني عمر 3 سنين هاي بالانبار على خانقين يم الامام هم المزار بابا محمود هم اسمه على هالمظلوم وفجرهم الامام الله يفجرهم حسبي الله ونعم الوكيل ما جعل حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم هم باللهجه العاميه هناك يسموه هم ابن موسى
قدس الله سره مثل الشيخ عبد القادر جيلاني، أولياء صالحين، ناس زاير هالعالم فجروهم وحقوقهم راحت، وعندي قبر مال ابن المرحوم تفجر وياهم فوق ما ميت الله يرحمه. حد هاي اللحظة ماكو حقوقك؟ ما أقدر أوصل القبر لابني، 3 سنين هذا الكتلو غدر إنه فجر بقبره، هاي يصير؟ الله يرحمه. شيباتي شوف حقوق ماكو، بس أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما اعرف شنو اللي اقول لك، اللسان يعجز، لكن الله يرحمه. الله يرحمه. كيفان لان انا زرت الامام، لان عندي مظلوميه وان شاء الله ضربات هالامام هو يضربهم. الحمد لله ان شاء الله. الله يرحمه ويصبرك. العالمين يهدي هالعباد وكافي ظلم. منع بالله. زياره مقبوله ان شاء الله. اشكر قناتكم المباركه بهالدقيقه وهاللحظه المباركه ان شاء الله. والموجودين هم كلهم ان شاء الله. زيارة مقبولة ان شاء الله، ترجع بالسلام. الأمة الإسلام من أولياء الصالحين. ان شاء الله ان شاء الله. جزيلا لك ويا رب ان شاء الله بالتوفيق. حبيبي ترجع بالسلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا حبيبي، عظم الله لنا ولكم باستشهاد الإمام موسى الكاظم. أنا من قناة قناتكم الفضيلة بدي ناشد شوي، عندي مناشدات. احنا ملحق رصافة الثالثة، التربية رصافة الثالثة. يعني بدون رصافات الله يعني ما ادري ايش فيهم ويانا بالمدينة. يعني ان الناشد رئيس الوزراء اعتصام لي هسه، اعتقد البارحه كان اكو اعتصام. اي عندنا اعتصام فعلا لي هسه، حتى حاليا بوزاره التربيه الاعتصام لي هسه مفتوح. بس اسالك سؤال دقيقه، انا طولي 190، انت ايش طولك؟ انا 192. حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. قناتكم ان شاء الله يكونوا يسوون حالنا على العالم عقود، والله تعبنا يعني 13 مظاهره. احنا اليوم يعني لاحظنا هي زياره، انا حكيتها قبل شويه. قاعد نمشي ناخذ اراء الناس بالزياره لكن المناشدات موجوده بقلب الناس. اي والله شو اسمه؟ اي والله الناشد رئيس الوزراء. دعيت بالموضوع؟ والله دعيت يم الامام موسى بن جحفر كون يسهل لنا، وبعد ما فرصتنا بس الاسبوع الجاي، يعني لو يقولوا لنا تبقون لو سووا كم عقود. الله يحفظكم. الله يوديك. زياره مقبوله همينه. الله اعمالك خالد. الله يوديك. شلونك حبيبي؟ شلونك عمو؟ عمو. زين، اول شيء نصلي على محمد وال محمد، ونشكر قناتكم الرشيد، وعاشت ايده كل واحد بخدمتنا خدمنا. ها وزيارة كلش حلوة، ودعينا لك ورحم الله والديك. والديك حبيبي، زيارة مقبولة إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام يعني هذه الأجواء مستمرة بالتأكيد، لكن إحنا لحد هذه اللحظة يعني راح تنتهي تغطيتنا المباشرة من قرب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وبالتحديد باب المراد. هذه الأعداد اللي شفتوها، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب، وإن شاء الله زيارة مقبولة من الجميع، وحتى اللي ما زار ووصل إن شاء الله الله يتقبل أعماله ودعائه بهيك يوم وبهيك ذكرى وبهيك أجواء كاظمية. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.